أسامة المولد، يلا يوس يلا يوس، تسديدة تسديدة، الله مع الدقيقة 30، يلا يوس، أسامة المولد يسجل في مرمى سيول الكوري، هدف للاطمئنان، هدف للاطمئنان والعودة الحميدة. لسه دوبو جاي من الإصابة لكنه يصيب أيضا الكوريين في مقتل، ويسجل هدف ثاني للاتحاد، هدف ثاني للاتحاد في الدقيقة 30. ايوه يا عمي، سوق بينا للنهائي، سوق بينا في البداية نص النهائي، وبعدين سوق بينا إلى النهائي إن شاء الله لكرة القدم الاتحادية والسعودية عموما. كرة ملعوبة كانت قوية من ركلة حرة مباشرة، حصلها نور، مررها نور، أسامة سدد بقوة، وضع الخبرة، وضع القوة، وضع التركيز والتوجيه، والكرة في المرمى، حتى الإعادة مش جايباها، جايباها سريعة، والكرة هدف ثاني على يسار الحارس كيم وون داي، هدف يعطي الأمان والاطمئنان، المحافظة على هذا الفارق مهم جدا.